دلوقتي جه ميعادنا مع الفقره اللي بنقدمها لحضراتكم من الازهر الشريف، واللي بنتكلم وهنتكلم فيها النهارده عن مفهوم السعي في الاسلام والاخذ بالاسباب. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناس كتير جدا تايهة ومش عارفة تبدأ منين، وناس كتير متلخبطة ومش لاقية نقطة تبدأ منها. عايز أقول لك حكاية حلوة جدا هتعلمك درس مهم قوي. سيدة هاجر زوجة سيدنا إبراهيم، لما سيدنا إبراهيم جاله أمر إلهي بأنه يسيب زوجته وابنه، ابنه الوحيد، خد بالك ابنه الوحيد، في مكان لا فيه أكل ولا شرب ولا زرع ولا ناس، ساب سيدنا إبراهيم السيدة هاجر وسيدنا إسماعيل معاها. يوم اتنين الأكل خلص، ما بقاش فيه أكل. السيدة هاجر تعمل إيه؟ تروح تدور على الناس وتسعى ما بين الصفا والمروة، وتروح مرة واتنين وتلاتة برغم إنه المشوار هو هو وما فيش جديد. راحت مرة واتنين وتلاتة واربعة وسبع مرات برغم إن الموضوع هو هو، ما فيش جديد على فكرة، لأنها راحت مرة وما لقيتش حاجة، فطبيعي أنا لما أروح تاني هيبقى تحصيل حاصل زي ما إحنا بنقول. لكن السيدة هاجر ما عملتش كده، ما يقسيتش، راحت مرة واتنين وتلاتة، وزي ما قلنا ربنا عملها حتى شريعة سبع أشواط. في الآخر لما سعت ولما اجتهدت طلع فرج ربنا وكرم ربنا وجبر ربنا من أضعف حاجة موجودة، الطفل الرضيع ده. من تحت قدمه نبع الحياة، نبعت زمزم الماء اللي بقت رسالة لكل الناس اللي مش عارفة تبدأ منين. السعي، اجتهد، حتى لو شايف الصورة ضبابية ومش واضحة لك قوي اسعى، حتى لو مشيت طريق وما جاتش فيه نتيجة اسعى برضو، ابتدي. اعرف ان كلمة السر بالنسبة لك هي هاجر، كلمة السعي هي مفتاح حياتك كله، كلمة السعي اللي لازم تبدأ بيها. اوعى تقول ده انا مشيت الطريق دوت وما حصليش نصيب، واوعى ان ده يخليك ان انت واقف مكانك ما تتحركش. اوعى تيأس. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما راح رحلة الطائف ما حدش آمن بيه، ومع ذلك ما يئسش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسعى وكمل وراح بلد واثنين وثلاثة ودعا ناس واثنين وثلاثة لحد ما بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أيقونة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقى مثال يحتذى به. كل ما تيأس، كل ما تقف، كل ما تلاقي نفسك يعني عندك خمول، كل ما تلاقي نفسك عندك إحباط أو عندك يأس، افتكر كلمة السر هاجر، السعي، اسعى واجتهد. ربنا يسترنا ويجبرنا. كل سنة طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.